يعني هذا كان في سؤال، إذا واحد فاز فريق الرياضي اللي هو يشجعه يذبح، هل هذا ذبح شركي لغير الله؟ طبعا ليس ذبحا شركيا لغير الله، لأنه ما تقرب إلى شخص بهذا الذبح، ذبح لفلان، لكن هو ذبح إظهارا للفرح والسرور بفوز النادي الذي يشجعه. فإذا ليس شركا، لكن الفرح هذا فرح أشر بطر، فرح مذموم لأن سببه مذموم. والله يقول ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ولذلك نوصي، لو واحد قال ما إذا فاز النادي تبعي أنا أذبح لكم والعزيمة عندي، نقول لا تذهبوا إليه، لا تذهبوا إليه، لأن هذا الفرح غير شرعي، هذا التعصب للأندية غير شرعي. روح أنت العب ومارس الرياضة تستفيد أنت، أما تتقاطعوا وتتعصبوا وتسووا هذا التشجيع الجنوني. وبعدين يا أخي الفقراء المسلمين أولى، والله العظيم فقراء المسلمين أولى، وانت ماسك على موضوع تذبح لفاز النادي وأذبح، روح تصدق بها، تصدق بها، بدل ما تكون ذبيحة أشر بطر، ذبيحة أشر بطر. إيش ولدك حفظ القرآن يعني، ولا رجعت من الحج؟ إيش سبب الفرحة؟